ولا فجعني الا عزيز زيد. 3 ايام وانا داخل هنا لا نداري ابو عنطله مدري ابو قباضه غرب امريكا ولا نداري من استقبله ولا انا عارف ايش الموضوع. 3 ايام هو بعدي ها الرجال قد وصل ها هذا غلط في حقنا ها هذا ما يصلحش هذا الرجال شوه بالسمعة اليمن هذا وكيف. قلنا له اوكي متى جاء؟ قال قد لبنا امس. طيب بسيط انا مشغول الان بين الناس. اليوم الثاني انت داري انه قدم بيكرمه قدم بيسوي له اكراميه وقدم والله انها كبيره في حقنا. قلنا ايش المطلوب؟ قال يا اخي شيء ضروري انه نوقف ضده. قلنا له ابشر ادخل اشوف المنشورات هذا قالوا الرجال من صدق امريكا. طيب انا عملت يعني بالذي اشوفه وامس اشوف عزيز زيد عامل منشور قال من يسيء الى ابو حنظله يسيء لنا من يسيء الى ابو قباضه يسيء لنا. كيف هو عزيز زيد؟ كيف الخبر يا اخي؟ انا اعيش معي وجه واحد علي الحرام ما بدله. كيف عملتنا؟ كيف عملتنا يا عزيز زيد؟ والله الله المستعان يوم نتقابل يوم تتقابل الوجه الله المستعان يا عزيز زيد اين تسلح بوجهك مني؟ بالله عليك ما عاد حرج. 3 ايام بعدي لكن انا على حق والله ما همي انت كنت مترجع في كلامك انا مستمر طالما الموضوع حق وهذا لا يستحق الاكرامه ولا يستحق ولا يتشرف احد ان يكون معه. انا ماشي طريقي طالما وانا على حق. مثل هذا لا يمثل اليمن مثل هذا لا يمثل الفن. ما هو ايوب طارش ولا هو ابو بكر سالم ولا هو اصيل ابو بكر ولا هو علي صالح اليافعي ولا هو كم من هامه تغنينا باصواتهم وسمعنا مغانيهم من يوم خلق. يعني رجال يظهر هذاك الظهور امام الناس وممثل على قولته انه ملك الخبيصات مدري ملك الهباله ويظهر هذاك الظهور امام اليمنيين امام اطفالكم امام صغاركم ومجتمعكم. هل هذاك الظهور يشرف اليمن حتى تكرمه؟ هل حسام علاية محمد المسمري حسين محب كم من مشهور كم من فنان وغير فنان هل هم عاجزين على الظهور مثل الظهور حق هذا انه يظهر امام الناس؟ انا فتحت حساب بالتيك توك حصلت حوالي 200 الف متابع بشهر ما حضرت ما دخلت حتى انا واحد لايف حتى مره واحد لايف ما اظهر بها ولا يمكنني اظهر. ما ظهرت انا ورجال ولا اعمل لك كبس هذا ما اظهر انا مثل هذه الجنية التي تظهر وياه وبهذاك الكلام وتلك البداءة وتلك الأخلاق وذاك المحطاط. بالله عليكم مثلا حسام علاية أنا أسميه أسد الفن اليمني. شفته على ظهور يظهر شفته على شحطة شفته على رجولة شفته على لبس على مش قادر يعمل زيه. لو فتح المجال في البثوث هذا لا يجتمع عليه خلق الله. لكن ابن الناس ابن الاصل ما يغير من عاداته ولا من تقاليده ولا من نفسه ولا من خلقه واخلاقه امام المجتمع. وفوق ذلك هذا كله يصير امام كل المجتمع اليمني وامام العالم ما يستحي. قلنا لكم التكريم لمثل هذا لا يجوز اصحابنا. رسالتي لمن قاموا بهذا التكريم والله انكم ستسقطوا سقوط مدوي. انكم بتسيئوا لانفسكم في هذا التكريم الذي يحدث. اعرفوا من تكرموا. كرموا حفظة القران. كرموا الخريجين الجامعات الذي في نيويورك. كرموا المثقفين. معنا كم من كفاءة يستحق التكريم. إذا اضطريتوا تكرموا الفن كرموا أيوب طارش الذي كرمه فتح علاية جاب له 20 ألف وجاب له درع الجالية كرمه باسم أنه شاعر أنه فنان الوطن أنشد للطير والحجر والوطن والدين كرموا من يستحق التكريم بترتفعوا. أما تكرموا لهذا قلتكم الله. وبالنسبة لحزب الرخوات الذي بيهاجموني واصل والذي عاملين حملات علي والله العظيم أنا لسه ما بدأت وإني مشغول والله إني مشغول لسه ما بدأت. ورغم هذا خليتكم هكذا تدوروا قلت لكم أسبوع هكذا توامة. عاد أنا لا أقول رفقا بالقوارير عاد أنا لا أقول يا حزب الرخوات رفقا بالقوارير. كل الكلام الذي بتجيبوه والله انه تحت صندري. انا على حق انا اتكلم على شيء صح. اما انتوا رخوات على قباضه وعلى حط فوق الراس شال وركب لي مساكه وعلى شورتات ما لبسوها الذي خلقوا في امريكا ما لبسوها وهم طول عمرهم في امريكا اليمنيين ما بقعوا بهذا الشكل ولا بهذا المنظر. عادكم الله حزب رخوات اقسم بالله انكم حزب رخوات. هذا ما يطبق عليكم تسميه من الان وصاعدا. حزب القضاء أبغاضات حزب الرخوات. احنا مع اي رجل يظهر ظهور مشرف لليمن. اما الظهور هذا الغير اخلاقي والله العظيم انه يسيء لكل من بيكرمه بيسيء لكم انتم من تكرموه. ان شاء الله وصلت الرساله
وتحياتي للجميع. أنا لسه ما بدأت، عاد أنا باقول رفقا بالقوارير. الحرب بيني وبينهم حرب ناعمة، والله أنها حرب ناعمة. تعرفوا يعني إيش ناعمة؟ عاد أنا لها شوية شوية شوية، عاد أنا بخليها هكذا. تحياتي. جاكم في موقف قد سبق فيها تحكيم، وإحنا جينا بالعقيرة، وبالنسبة لأبو حنظلة أخونا ومنا وفينا، ولا نفرط فيه واللي يجيه يجينا ولا نقبل عليه. وقد إحنا بنعتبره سفيرنا، سفير الحسنة في كل الأشياء، وحلمي وسلامتكم، وهذه عقيرتنا عندكم، وقد سبق أن خطأ فيها حكم لكم بسلامتكم. صلينا على النبي وروحنا أخوان ورفق أصحاب في بلاد مضام قانون، ولا يقلي بناشي الشتم لبعضنا البعض. جيب الناس إنها تكون حاضرة على الأمور هذه. وبالنسبة لأبو حنظلة، وما هنا ناس من الناس يدور له شي حاجة يجا كلها وكذا، لكن رد الاعتبار واجب. وانتم وصلتوا اهلا وسهلا بكم، وما جيتوا بها مرجو عليكم بياض وجيهكم، وجيهكم اقبل من كل حاجه، اما المال ولا اي حاجه هي ذاهبه. وسلامتكم ولا حاجه. هذه حقيقه. والله انها مرجوعه ولا تبكي. خذوا عندي والكلام العيف لا يكتبه على الاطلاق، لانه ما منه فايده. الكلام العيف ما منه فايده. الله يبارك فيك، بيض الله وجهك وصحة الله عليكم. الله يعافيكم. الناس بقى الحين العشاء شوفوه جاهز. والله الله 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 الله